وتميزت العلاقات السياسيه بين مصر وقبرص بتنسيق المواقف حيال القضايا المختلفه والتعاون في المحافل الدوليه والاقليميه وخاصه في الامم المتحده والاتحاد الاوروبي وتبادل البلدان التاييد في الترشيحات لعضويه اللجان الدوليه المختلفه وبعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسه مصر شهدت العلاقات المصريه القبرصيه تطورا كبيرا عبر لقاءات واتصالات بين الرؤساء طفره حقيقيه تشهدها العلاقات السياسيه بين مصر وقبرص علاقات تمتد على مبدا الاحترام المتبادل بين الدول تعمل على تنسيق المواقف بينهما حيال القضايا المختلفه والتعاون في المحافل الدولية والإقليمية وخاصة في الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي، العلاقات بين القاهرة ونيقوسيا شهدت تطوراً ملحوظاً منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، حيث أحرزت الدولتان العديد من الإنجازات المهمة سواء على المستوى للعلاقات الثنائية أو من خلال آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، مع التأكيد على الالتزام الراسخ بالاستمرار في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. الصديقين أعمال التنسيق المستمرة بين البلدين تشهد تواصلا دائما ومستمرا ففي أكتوبر عام 2021 قام الرئيس السيسي بزيارة لليونان للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص في جولتها التاسعة وذلك في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الثلاث دول التي انطلقت عام 2014 كما التقى الرئيس السيسي مع الرئيس القبرصي حيث أشاد الرئيس السيسي والتقارب المستمر في العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص على مختلف الأصعدة مؤكدا حرص مصر على مواصلة تفعيل أطر التعاون سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان كما عقدت قمة آلية التعاون الثلاثي بين رئيس السيسي ورئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان تناولت أوجه التعاون بين الدول الثلاث في إطار آلية التعاون الثلاثي حيث تم التاكيد على نجاحها في تكريس التشاور الدوري والتنسيق الوثيق حول الملفات الاقليميه والدوليه التي تؤثر على كافه شعوب المنطقه وفي سبتمبر 2021 دشنت مصر وقبرص اللجنه العليا للتعاون الثنائي على المستوى الرئاسي والتي بحثت تعزيز التعاون في مجالات الطاقه والدفاع ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري، واستقبل الرئيس السيسي نظيره القبرصي للمشاركه في اعمال اللجنه الحكوميه العليا بين مصر وقبرص والتي عقدت للمره الاولى على المستوى الرئاسي. وفي اكتوبر 2020 قام الرئيس السيسي بزيارة إلى قبرص للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، وفي اكتوبر 2019 قام رئيس قبرص بزيارة إلى مصر للمشاركة في القمة الثلاثية السابعة بين مصر وقبرص واليونان، كما قام رئيس قبرص أيضاً بزيارة مصر في أبريل 2018 للمشاركة في فعاليات مبادرة العودة إلى الجذور بالإسكندرية، وفي نوفمبر 2017 قام رئيس السيسي بزيارة رسمية للعاصمة القبرصية نيقوسيا استغرقت يومين، وأجرى الرئيس خلالها محادثات مع الرئيس القبرصي، وتناولت دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في موضوعات الطاقة والاقتصاد. وفي أكتوبر 2016 قام رئيس قبرص بزيارة لمصر لحضور أعمال الدولة الرابعة للقمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، أما في أبريل 2015 قام الرئيس السيسي بزيارة لقبرص واستقبله الرئيس القبرصي، وفي نوفمبر 2014 قام الرئيس القبرصي بزياره لمصر، واكد دعم بلاده الكامل لمصر وجهودها لتحقيق التقدم الاقتصادي ومكافحه الارهاب، لتؤكد الاتصالات المتواصله والزيارات المتبادله ان البلدين يتمتعان بعلاقات قويه في كافه المجالات.